الافضليه فيفقد الكره وتاتي في شباكه وتكون افضليه للمنافس. على كل هيجوين يصلح الكره ساقطه في الشباك. جميل الهدف الثالث من مسعود اوزيل تخفف عنه الحمل او الفارق الكبير مع ميسي ولاعب كيف اسقط الكره بيسراه بدات من بنزيما الى هيجوايين. المهاجمان صنعا الهدف لصانع الالعاب وصانع الاهداف مسعود اوزيل يسجل الهدف الثالث في الدقيقه الرابعه من الشوط.